أهلا وسهلا بكم في الجمعة الغامضة، سعيد جدا بلقائكم إخواني. بغيت غير نذكر بواحد المسألة، هاد الفيديو اللي كتشوفوه دابا اليوم السبت راه تصور الجمعة اللي أنا كنصور، لكن ما غاديش نقدر نحطو اليوم الجمعة، لكن غتفرجوا فيه السبت عندكم انتوما إخواني أخواتي. مهم جدا الإنسان يعرف فصيلة الدم ديالو في حالة طرات حادثة، سواء هو غادي يعطي الدم ولا هو اللي ياخذ الدم من أجل إنقاذ الحياة ديالو ولا حياة الآخرين. ولكن واش ممكن فصيلة الدم تحدد الأصل ديالنا؟ بمعنى واش ممكن عن طريق فصيلة الدم نعرفوك واش انت منا ولا جيتي من شي بلاصة أخرى؟ هاد الدم، هاد المادة اللزجة الحمراء، معروف أنها فيها 4 ديال الفصائل A, B, O. لكن حديثنا اليوم على الريزوس، داك الRH، الريزوس هو داك النوع ديال القرد، هذاك القرد ريزوس مانكي. علاش الريزوس؟ السمية ديالو مخوده من عند هذا النوع ديال الخروده ريزوس، لان 97% من لا دي ان ديالنا حنا شبيهه بلا دي ان ديال القرد، لذلك كاين هذه الكلمه ديال الريزوس في الدم. الموضوع ديالنا هو الدم الازرق، اصحاب الدم الازرق، ولا الRH نيجاتيف، RH السالب. معظم سكان الارض 85% منهم، الغالبيه العظمى ديال سكان الارض، تحملوا الRH الموجب. الRH الRH موجب هو ملي كتكون الدم ديالك A, B ولا O ما عليها حتى شي اشاره، معناتها راك موجب. ملي كيديروا عليها السالب معناتها راه الRH ديالك سالب وراك من اصحاب الدم الازرق. لماذا كيسميهم الدم الازرق؟ لانه هذه المساله دي تكتشفت في اوروبا، حاملي هذا الريزوس السالب عندهم بشره شاحبه، بيضه بزاف وشاحبه، لدرجه ان العروقه كتكون باينه واضحين وكيكونوا زورق، وداك الشيء على سماهم اصحاب الدم الازرق. الفرق اللي بينه وبينهم هو في دوك البروتينات اللي كاينه في الخلايا ديال الدم، واللي هي كتحارب البكتيريا الخبيثه اللي كاينه في جسم الانسان. اصحاب الريزوس السالب ما عندهمش هذا البروتين هذا، والعلماء ملي كيجيو كيفسروا علاش ما عندهمش هذا البروتين، رجعوا للور ب 35000 سنه، وقال لك ان هذا الريزوس نيجاتيف بدا في الارض هذه 35000 سنه، لكن ما عندهم حتى شي تفسير كيف متى واين ولماذا ومن اين، ما كاين حتى شي تفسير علمي وتفسير اللي هو مقنع واللي يعتبره الباحث انه الجواب الكافي والشافي لاصحاب الريزوس السالب. كاين تقريبا نظريتين، نظريه واحده كتقول انها طفره جينيه، يعني ميوتاسيون جينيتيك، تغيير في لي جين كما اللي كيطرى عند الانسان وكيطرى عند الحيوان باش كتخرج شي حاجه مختلفه. والتفسير الثاني كيقول انه هادو ناس ليسوا من هذا العالم، جاو من شي مكان ثاني، ولعل الاقل لا دي ان ديالهم ليست من هذا العالم، جات من بلاصه اخرى. وكيستندوا مثلا الحضاره السومريه والالواح السومريه اللي كتكلم على الانوناكي وكتكلم على انكي، وكتحاول تعطي تفسير اخر للحياه واصل الانسان، انه جا من مكان اخر وشدوا لا دي ان مخلوق شبيه بالانسان وخلطوه مع ديال القرد وعطى هذا الانسان هذا. هذا هو التفسير اللي كتعطيه الالواح السومريه هذه الاف السنين. الان شنو هي الصفات الخلقيه والخلقيه ديال حاملي الريزوس السالب؟ انهم معظمهم بويض، عندهم عينين خضر وعينين زورق، ولا عينين عسليتين، يعني عينين نوازل. نسبة الذكاء ديالهم عالية، داك الاي كيو ديالهم عالي، معروفين باستقرار عقلي وعاطفي، الشخصيات ديالهم شخصية سوية وليست شخصية مضطربة. الحرارة ديال الجسم ديالهم منخفضة لدرجة ما كتحملش لا برودة ولا سخونة. وكاينة واحد الصفة معاصرة، انهم يستحيل استنساخهم، ميمكنش تستنسخ شي واحد عنده الRH نيجاتيف، يعني داكشي ديال الكلونين ميمكنش يطبق فيه. هذا واحد الصفه معاصره بالنسبه اللي كيامن بالكلونين. واخيرا ان المراه الحامله اللي كيكون عندها الريزوس نيجاتيف، الا كانت حامله بجنين الريزوس ديالو بوزيتيف،
الريزوز ديالو موجب، فالجسم ديالها والنظام المناعي ديالها ما غاديش يتعرف عليه وغادي يحاول يقضي عليه، اساس انه جسم غريب، جسم دخيل. وهذه اللي ما فهمها حتى شي واحد، ما قد يفسرها حتى شي واحد. وفي هذه الحاله ملي كيكون المراه عندها الريزوس سالب والجنين اللي في البطن ديالها الريزوس ديالو موجب، من اجل انقاذ هذاك الجنين لابد من تدخل طبي في الوقت المناسب، ان ديك المراه كتاخذ حقنات، كتاخذ اباء، باش هكا يقادوا الوضعيه لداخل الجسم، يعرف ان هذاك الجنين راه ماشي داخل وما يحاول شيء يقتله. وهنا مربط الفرس، هنا الكثير من الباحثين والعلماء تستندوا على هذه المساله هذه، ان الجسم كبر وسط المراه والبويضه ديالها هي، ان ذاك الحيوان المنوي كيدخل في البويضه ديالها هي، وذاك الجنين كيتطور اطوارا وسط البطن ديالها، ومع ذلك الجسم كيرفضه، كيتعامل معه على اساس انه غريب ودخيل. هذه هي اللي كيستندوا عليها وكيقول لك ان هاد الناس هادو راه بالفعل الاصل ديالهم راه جاوا من مكان اخر، ولعل على الاقل لا دي ان ديالهم ليست من هذا العالم، بل هي من شي بلاصه اخرى. واكبر تجمعات لاصحاب الريزو السالب هو كلهم تقريبا في اوروبا، ولكن الاكبر تجمع ديالهم في العالم هو عند امازيغ المغرب. 40% ديال امازيغ المغرب حاملي الريزو السالب. المنطقة الثانية اللي تعتبر أكبر تجمع للريزو السالب في العالم هي في بايس باسكو في إسبانيا، أي باسك. 35% من سكان بايس باسكو حاملي الريزوس نيجاتيف، الريزوس السالب. في القارة الإفريقية جنوب الصحراء 3%، 3% من السكان عندهم ريزوس نيجاتيف. آسيا 1% من سكان آسيا حاملي الريزوس نيجاتيف. وأكبر تجمعات كاينه في اسبانيا وفرنسا. فرنسا 15% من سكان فرنسا حاملي الريزوس نيجاتيف. امريكا طبعا وكندا واستراليا، لان الاصول ديالهم اصول اوروبيه. كذلك هناك تجمع كبير ديال الريزوس في منطقه العراق، واللي كيخلي لبعض الباحثين على حساب هادشي اللي قريت كيقولوا ان ربما واحتمال كبير اصل امازيغ من منطقه العراق والشام، ماشي انا اللي كنقولها، الابحاث اللي كتقول. واحد الدراسة دارت كتقول ان جميع الرؤساء الامريكيين باستثناء مارتن فان بيرن هم كلهم ابناء عم وابناء خرابة ديال الملك البريطاني جان لاكلاند بلانتاجيني، واللي هو صاحب وثيقة الماغنا كارتا. كلهم هما ابناء العم ديال هذا الملك وابناء قرابة، ويتصلون به بطريقة او باخرى. هذا شنو كيعني؟ ان الشعب الامريكي منين تحرر من الملك البريطاني ومن البرتش ديال الملك ديال بريطانيا، ومعروف ان الامريكيين اللي جاوا من اوروبا جاوا هربوا من الاضطهاد ديال الكنيسه والاضطهاد حتى السياسي، الاضطهاد ديال الملوك الاوروبيين، واستقروا في امريكا. ومن بعد امريكا تحررت من العرش البريطاني، ولكن في الحقيقه الشعب الامريكي راه طرد الملك من الباب، لكن الملك رجع من النافذة، لأن لازال الدم الملكي يحكم في عروق جل الرؤساء الأمريكيين باستثناء مارتن فان بيرن. لازال الأمريكيين يحكمهم الدم الملكي البريطاني، وهذه من الأشياء اللي مسكوت عليها هنا في أمريكا وما كيتكلموش عليها. كذلك دابا حنا عاد فهمنا لماذا الملوك في أوروبا كانوا دائما كيتزوجوا غير بعضياتهم. كتلقى مثلا ملك من أسرة ديال الفالوا كيتزوج بالهابسبورغ، وكتلقى مثلا واحد من الكارولانجيا كياخد من ساكسون، كانوا كلهم كيتزوجوا بعضياتهم. بل في التاريخ البريطاني كنت كتلقى مثلا ملك في ألمانيا وملك في بريطانيا وملك في إسبانيا، وكلهم أبناء العم، أبناء العم مباشرة، يعني كازن، فيرست كازن، هذه معروفة في تاريخ أوروبا. وكتلقى كذلك ملك سويسري وملك هولندي، وكيحكموا بجوج أبناء العم. هاد الإصرار ديال الزواج بعضياتهم، وهاد الإصرار ديال أنهم كيتناسبوا بعضياتهم، إذن هما في الحقيقة كانوا كيحاولوا
يحافظوا على صفاء الدم الملكي ديالهم. كان عندهم وعي، أنهم من سلالة كتختلف على البشر، من سلالة وهم اللي كانوا هم اللي عارفين الأصل ديالها. وأهم شيء نقطة، أهم نقطة خصنا نعرفوها والدليل على هذا الكلام هذا اللي أهم نقطة، أن العائلة المالكة في بريطانيا كلها ريزوس سالب، كلها بلا استثناء. هاد ولي العهد دابا وباه تشارلز والملكة وأمها كلهم ريزوس نيجاتيف، كلهم ريزوس سالب، وهما كيحافظوا عليها، كيحافظوا على ذاك الريزوس وسط منهم. داكشي علاش ملي كيحاول شي واحد يدخل وسط منهم كيموت بشي قصيدة، ولا كتجيه زمة ديال القلب، ولا كيموت في حادثة ديال السير كوم بارازار. وكاين واحد الشخصية في العالم اللي هي تعتبر الشخصية الأكثر نقاء بالنسبة للريزوس نيجاتيف، انها العائلة ديالها، العائلة ديال الماء والعائلة ديال بوها، عمرهم ما تناسبوا مع شي واحد اللي هو ريزوس بوزيتيف، اللي هي الملكة صوفيا ملكة إسبانيا السابقة. تعتبر الدم ديالها ريزوس نيجاتيف هو الدم الملكي الأكثر نقاء في العالم، فهي بنت ملك ومرت ملك وخت ملك ومت ملك. إن أخت الملك هو ذاك الملك آخر ملوك اليونان، لأن هي كانت أميرة يونانية وتخلات على العرش اليوناني باش كتجوج خوان كارلوس ملك إسبانيا، وتهو ريزوس نيجاتيف. فهي تعتبر الأكثر نقاء، والدم ديالها يعتبر الدم الأكثر صفاء ونقاء في محية الريزوس نيجاتيف. وهاد العائلة عمرهم ما كيتزوجوا بالبراني، كيبقى دائما الزواج غير وسط منهم هما، باش يحافظوا على داك السر ويحافظوا على الأمر الواقع ويحافظوا على نقاء الدم وديك السلالة اللي هما عارفينها منين جاية وعارفين الأسرار ديالها. وبغيت المشاهدين والمشاهدات يشاركوا معنا في هذا الموضوع هذا في التعليقات، اعطيونا الاراء ديالكم، شنو كتظنوا اللي عنده معلومات على ريزوس نيجاتيف، اللي كيعرف شي واحد ريزوس نيجاتيف لا هو نيت ريزوس نيجاتيف، واذا كان شي شعور بالاختلاف يشاركنا فيه وناقشوا كلنا في التعليقات. ونقطه اخيره بغيت نقولها، ان هاد المواضيع بحال هكا الانسان من الاحسن، يعني اي واحد اللي غادي يستاند المرجعيه ديالو الثقافيه ويعتبرها هنا هي الوحيده اللي ممكن تفسر هذا الامر هذا، ويتجاهل الارث الحضاري ولا يتجاهل الارث الحضارات، وينسى التجارب الانسانيه، ويتناسى الخبرات البشريه لقائل ان يقول له لقد ضيعت واسعا احمدي. كنشكركم على المتابعه، كان معكم عبد اللطيف، الى الجمعه الغامضه القادمه.